السلام عليكم. طيب احنا كده خلصنا الميلانوسيتيك تيومرز، خلصنا الجزء بتاع الليمفوما او ذا سكين، وهناخد بقى دلوقتي السيستس او ذا سكين. والجزء ده سهل وبسيط، وبنقول كلمه يعني ايه سيست؟ سيست يعني كافيتي، بس الكافيتي اهم حاجه ان فيه لايننج ابيثيليوم ماشي، ولازم يحتوي بقى على حاجه سوليد او فلويد او سيمي سوليد. او في انواع السيست او ذا سكين؟ السيست او ذا سكين هنقسمهم الى مجموعتين، مجموعه جايه من الابيدرمس نفسها اللي هو المينيا، وفي مجموعه تانية جايه من الادينكس. واللي جاي من الادينكس جاي من سكين ابنديجوس، سواء كان جاي من هير فوليكل او سبيشال جلاند او سويت جلاند. اللي جاي من سبيشال جلاند اسمها سيتوسيستوما مالتيبلكس، واللي جاي من سويت جلاند هي اكراين ابوكراين هيدروسيستوما. واللي هي جاي من هير فوليكل عندنا هنقسمه حسب اللي جاي. لما جينا خدنا في الهير قلنا في حاجه اسمها انسانديبلم وحاجه اسمها ايزموس في الجزء اللي فوق بتاعه الهير نفسها. يعني مثلا جينا قلنا ان الهير شافت نفسها دي متكونه من حته فوق اسمها انسانديبلم، الليبل بتاعها من اول السكين سيرفس لغايه الانسيرت لغايه فتحه السبيشال جلاند، والايزموس جاي من فتحه السبيشال جلاند لغايه الليبل بتاع الانسيرشن بتاع اللي هي الريكتور بايدي مصر. والانفانديبلم والاسمس دول على بعضهم كده اسمهم الابر سيست. حسب بقى الليفل بتاع السيست، لو هي واخده الجزء فوق من هو الانفانديبلم هنسميها ابيدرمويد سيست. والابيدرمويد سيست ده اسمه غلط خاطئ، ما اسمهوش الاسم الابيدرمو، لا سوري، اسم الابيدرمويد سيست ده الاسم الصح لان هي جايه من السكين يعني جايه من الهير فوليكل، لكن الاسم الغلط اللي هي سبيشوس جلاند ده مش نمر خلاص. طيب لو وهنا لو اللايننج، وبالتالي ما دام هي جايه من واخده من الجزء اللي فوق من الانفانزيبلم يبقى اللايننج بتاعها زي اللايننج بتاع الابيدرمس بالظبط، لكن لو واخده الازمس او هي على مستوى الازمس يبقى زي البايلر سيست اللي اسمها ترايكليمر سيست. وبالتالي الترايكليمر سيست دي اللايننج بتاعها مش زي الابيدرمس، لكن هينقصوا لير واحده اللي هي الجرانولار سيل اللي مش موجوده ماشي. والكيراتين بتاعها بيبقى كومباكت كيراتين، لكن الابيدرمس سيست هتبقى لوس كيراتين. ده ان جنرال هناخد اول واحده خالص هي الميديا. والميديا نزلت سؤال امتحان كان عايز الكلينيكال تايبس وعايز الهيستوباثولوجي وعايز التيب. ده سؤال سهل وكده، دي حاجه ميديا دي حاجه اسمها دي حاجه كومن زي ما احنا قلنا. الكلينيكال فيتشرز بتاعتها ايه؟ هتبقى غالبا مالتيبل تاني عباره عن وايت ويل مش كده، هوت بابيز صغيرين خالص. كومن سايت دي على الفيس، لكن ممكن تيجي في اماكن تانية زي التشيكس او الايلد، اكتر حته قصدي التشيكس والايلد دول most common site. ايه الباثولوجي؟ زي ما احنا قلنا هي طالعه من اي حته من الهير، جايه من الجزء اللي فوق الابر سيجمنت، جايه من حته الانفانزيبلم. وبالتالي ان كل الكافرنجز بتاعه الليرز كلها بتاعه الابيدرمس هتبقى موجوده في الايه في المينيزم، هتبقى بيسيست كده هيبقى لها سين وولد سيست موجوده في البريتو ابر ريتيكولار ديرمس، يعني موجوده في منطقه الابر ديرمس. والسيست اللايننج بتاعها هيتكون من ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم وفي جرانولار سيل سليم، يعني كل اللايرز بتاعتها زي بالظبط الابيدرمس. والكيراتين بتاعها لوس كيراتين، الكيراتين بتاعها لوس اند لامينيت. طيب بعد كده ايه التريتمنت بتاعتها؟ التريتمنت بتاعنا ممكن نعمل لها عادي انسيجن كده وذ اكاتنج نيدل، اشيلها بالنيدل، ممكن اشيلها بسكالبل، ممكن نعمل لها سي او 2، ممكن اعمل لها كوتري، ممكن اعمل لها تي سي اي خلاص. والريكورنس از انكومن، يعني يعني في نوع كده هناخده دلوقتي اللي هو في الانفانت ميديا بيحصل له سبونتينيوس ديس ابييرنس وما نعملهوش حاجه، لكن الريكورنس بتاعها از انكومن. النقطه بتاعه الكلينيكال تايبس دي، الكلينيكال تايبس بتاعه الميديا في كلاسيفيكيشن للميديا، بيقول لك ايه في كلاسيفيكيشن للميديا دي؟ الجزء ده مش مكتوب في المذكره بتاعه دكتور احمد كامل. الكلاسيفيكيشن بيقول لك ايه؟ كلمه ميديا يعني واحده بس، لكن الجمع اسمها ميديا ماشي. الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا كوز، هل هي برايمر ولا سكند؟ قالوا ان ممكن الميديا دي تظهر كده سبونتينيوسلي كده من غير اي حاجه خالص ولا حتى في سكين ديزيز قبلها،
لكن ممكن تيجي سكندري لو نفتكر كده بعض الدرماتوزس جه عليها ميديا زي البرفوريا وزي الفوليكتينيا طاردة وزي الابيديمايسيس بولوزا اكوزيتا سوري الابيديمايسيس بولوزا ديستروفيكا والبولس بيمفوجويد والسيكاتريشال بيمفوجويد والسكند ديجري بين، وممكن يجي على اللايكن سكليروزس اياتروفيكس. يعني ممكن السكندري ميديا تيجي اون توب اوف بري اكزيستنج سكين ديزيز، يا اما تيجي افتر تروما زي الدرمابريشن او الراديوثيرابي. وحسب السن ممكن نقسم الميديا الى نوع نيونيتال ميديا، وده اللي احنا قلنا ممكن يحصل سبونتينيوس ريزولوشن. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعت الميديا؟ فرقها من السترنكوما، من البرين وورد، من الترايكو ابيثيليوما، من الملاسكم. إيه بس اذا احنا قلنا برايمري وسكندري ميديا، الكلينيكال تايمز برايمري ميديا وسكندري ميديا، وفي حاجه اسمها ميديا از اسوسييتد وذ سندرومز. بعض السندرومز حاجه اسمها رومبو سندروم وبازكس سندروم، دول هناخدهم في البي سي سي. طيب نيونيتال ميديا قلنا في 40-50% من الاطفال ممكن عندهم ميديا وبتريسبوند بتختفي لوحدها. في ميديا تيجي ان بلاك اسمها كده ميديا ان بلاك، اللي هي بتبقى عامله بلاك مع بعضها كده وتبقى تيجي بوست اوريكولار اير. في ايرابتيف ميديا كروبس كده تيجي في يونج ويمن على الفيس والابر ترانك والابر ار. وفي ميديا وزراكس زي الستيرويد والفينول والهيدروكينون والفلوراسيل كريم. فاذا لما جه سؤال عايز الكلينيكال تايمز اقول له برايمري والسكندري وميليا اللي هي نيونيتال، وفي ميليا مع سندرومز، وفي ميليا ان بلاك ماشي، وفي ميليا رابت، وفي ميليا ويز دراكس. تاني نوع من انواع السيست هي الابيدرمود سيست، وقلنا الاسم الخاطئ بتاعها ان هي سبيشال سيست، لكن الاسم الصح ابيدرمود سيست. وقلنا دي هتبقى طالعه منين؟ جاي من الجزء اللي فوق الانفانديبولم، عشان كده اللي هي اسم تاني انفانديبولر سيست. دي الموست كومن كوتينيوس سيست، والشيب بتاعها حاجه ويلد ماركيتد سكين كولر كده اهوت نيرمال نودول، وليها اهم حاجه الكاركترستيك فيتشر بتاعتها اللي هو فيها بانك. طب خلاص بتيجي في اي حته بس اكتر مكان في الفيس والابر ترانك. وانواعها برايمري وتروماتيك امبلانتيشن اوف ذا ابيديرمس انتو ذا ديرمس، مثلا في البالموس اللي هي استوباسونج اكيد دي سيست اللي هي لايننج وول، والوول بتاعها لايند باي ستراتيفاس كومس بسيلا مجرانولا سيلير كل الليرز بتاعت الابيدرمس، والكونتنت بتاعتها از لوس كيراتين نفس الكلام بتاع الميديا. والعلاج عملها سيرجيكال اكسيجن، بس لما اشيلها لازم اشيل الوول عشان ما يحصلش ريكورنس. ننزل للي بعد كده، يعني في تو فارينس اوف ذا ابيدرمويد سيست. ايه تو فارينس اوف ابيدرمويد سيست؟ واحده اسمها ايرابتيف فيلاس هير سيست، وواحده اسمها بيجمنتد فوليكولار سيست. اول واحده الايرابتيف فيلاس هير سيست، الايرابتيف فيلاس هير سيست دي غالبا بتيجي في الترانك وغالبا بتيجي في اليونج فيميلز، وده اوتوزومال دومينانت تبقى مالتيبل كده تاني بابيوز، بس البابيوز دي بتبقى سكين كولر تو دارك بيجمنتد، وما دام ايرابتيف يبقى بايلاترال وسيميتريكال مالتيبل. والباثولوجي نفس الكلام، انها هتبقى لايند باي ابيدرمس البول بتاعها، والكونتنت بتاعتها هتبقى زي الابيدرموس سيست ان فيها لوز كيراتين، بس هنزود من اسمها ايرابتيف فيلاس سيست هقولت معاها نيوميروس فيلاس هير مع اللوز كيراتين. طيب بعد كده النوع التاني اللي هو البيجمنتد فوليكولار سيست، ده نوع من انواع الابيدرمويد سيست، ده بيبقى برضو انكومن ويجي سوليتري وبراون سيست واحده بس شبه البيجمنتد نيوبلازم تيجي على الفيس او النيك، والهيستوباثولوجي برضو الول في ستراتيفايز كوماس ابيثيليا مجرانيولار سيليا زي الابيدرمويد سيست، لكن الكونتنت بيجمنتد هنزود بقى من اسمها بيجمنتد فوليكولار سيست، يبقى اسم بيجمنتد كيراتين وبيجمنتد هير فوليكل موجوده في الكونتنت بتاعتها. ايه التريتمنت؟ انسيجن ودرينج، نيد الايفاكويشن، توبيكال ريتينويد، توبيكال لاكتيك اسيد، اند ليزر ابليشن. طيب اللي يبقى هنا خدنا ميديا، خدنا ابيدرمويد سيست والتو فارينس بتاعتها ايرابتيف فيلاس هير سيست وبيجمنتد فوليكولار سيست. النوع التالت اسمها ترايكليمال سيست او البايلر سيست، ودي هتبقى طالعه من الازمس. تمام، ودي كومن وتيجي اكتر في الفيميلز اكتر من ميل من ميدل ايج، وفي نفس الوقت قلنا جايه من الازمس. شكلها بقى ايه؟ ترايكليمال سيست راي سكين كولرد كده، هو بيبقى راوند سموث فيرم موبايل، مفيش هنا بانك توب، ومادام سكين كولرد لان هي ديب في الدرمز اكتر. والهيستو والكومن سايت بتيجي في السكان. الهيستوباثولوجي بتاعها الول بتاعها يتكون من ستراتيفايز كومس ابيثيليوم ويز بلاك، اوف اهم حاجه نلاقي مفيش جرانولار سيلير، والكونتنت بتاعتها دنسلي باكد كيراتين از كومباكت كيراتين، ده مختلف عن الابيدرمويد سيست. الكومبليكيشن بتاعتها انا ممكن يحصل كالسيفيكيشن، ممكن يحصل لها رابتشر وتعمل جراماتس ريكشن، والعلاج بعمل لها سيرجيكال اكسيجن وزمارجن عشان الريكارنس.
طيب كده احنا خلصنا اللي جاي من من الابيدرمس. المجموعه الثانيه اللي جايه من الادينيكسيا زي مثلا اللي جايه من سبيشال جلاند الستيتوستوما مالتي بلكس. الستيتوستوما مالتي بلكس تيجي في الادوليسنت او الايرلي ادلت لايف، بتبقى عباره عن مالتيبل سموث سيرفيس بس لونها بيبقى يلوش كده هوت بابيولز اند نودولز، وبتبقى غالبا مفيش بانكتم عشان نفرقها من الابيدرموسيست، واهم كرايتيريا ان هي بتبقى مالتيبل. بتيجي اكتر في الترانك والبروكسيمال بارت اوف ذا ريمز، وممكن تيجي في الاكزيلا والسكروتال ريجون، ممكن تيجي او في الجروين في الحتت اللي فيها ريتش ان سبيشال جلاند، اكتر مكان هو البي استرنال اير، وتيجي اكتر فين في البيوبرتي. مفيش بانكتون خلاص، وممكن نلاقي مع ممكن يبقى معاها كمان شويه كوميدونز. لما اعمل لها بانكشر للستيس توما مالتيبلكس ممكن تطلع اويلي فلويد كده. تمام طيب الهيستوباثولوجي بتاعها يبقى اكيد موجودة هي اصلا في الميد ديرمس، والول بتاعها هيتكون من شبه الول بتاعها بيتكون من زي الول بتاع السبيشال جلاند، في سيبو بلاست وفي سيبو سايت. تمام والكونتنت بتاعتها طبعا اكيد اويلي كونتنت اللي هو السيبم يعني وزود هير. بالنسبة للتريتمنت يعني العلاج مش ما فيش علاج واضح قوي، ممكن نشيلهم بس for cosmetic purpose، لكن التريتمنت ان براكتيكال ان موست كيسز عشان ان هما بيبقوا مالتي. طيب بعد كده بقى الحاجات اللي جايه من السويت جلاند عندنا اثنين، واحده اسمها اكراين هيدروسيستوما وواحده اسمها ايبوكراين هيدروسيستوما. وده السؤال عليها، الاكراين بتيجي في الميدل ايج فيميلز مور كومن ان ذوز اكسبوز تو ذا هيت، يعني بتيجي في الصيف اكتر، والعيان بيجي يشتكي ان ما يجي في الحر وتعرض للحراره وكده بتزيد وبتقل خلال في الفصول اللي ما فيهاش حراره. عددها غالبا بيبقى مالتيبل او ممكن تبقى سوليتري، بتبقى حاجه سكين كولر، بتبقى ترانسلوسنت اور بلو بس سيستك كده ريجن، وبتيجي في التشيكس والايري. ولازم العيان الهيستوري بتاع العيان ان هو بيقول ان هي على الحراره كده بتزيد وبتحصل لها فلاتنج لما يتعرض للكول. الهيستوباثولوجي بتاع الاكراين هيدروسيستوما طبعا هي ديرمال سيستك ليجن، والول بتاعها هيتكون اكيد من تو لايرز انر كولامنر واوتر لونجيتد مايوبسيا سيل زي الول بتاع الاكراين سويت جلان، والكونتنت بتاعتها طبعا ايه اللي هي كلير عشان السويت. العلاج بتاعة الاكراين هيدروسيستوما ممكن نعملها اكسجين، ممكن نعمل ديروفنج كده واعمل لايت كوتري في البيز، ممكن نعمل الكترون، ممكن نعمل سي او 2 ليزر، ممكن ندي اتروبين ايرون. الاتروبين لما ندي توبيكال ممكن يعمل ديس ابيرنس للليشن، يبقى احنا هنعمل لها اكسجين واعمل ديروفنج يعني ولايت كوتري على البيز. الايبوكراين بقى هيدروسيستوما دي بتيجي في الادلت لايف اقل في السن شويه، وغالبا بتبقى سوليتري واحده بس ويل ديفايند ودوم شيبد وترانسلوسنت برضو، بس بتبقى ولا سموث، بس بتيجي اكتر مكان في الـ في الاراوند اي، واخده اللاترال الاوتر كانسس لاترال الاوتر كانسس. والهيستوباثولوجي برضو حلق ديرمال سيستيك ليجن في الدرمس، والول بتاعها بيبقى ياكويبويدال هاي كولامنر. واهم حاجه ان هي عشان كلمه ايبوكراين يعني بيحصل السكريشن بتاعه الجلاند ده بيحصل باي لوسنج اوف ذا ابر بارت اوني، يعني يحصل لها ديكابيتيشن يعني الايبكس بس هي اللي بتروح. عشان كده احنا هنلاقي ان السيلز كانها مفتوحه بس ايه من فوق. تمام ديكابيتيشن كده كانها في ديكابيتيشن. تمام والتريتمنت بنعمل زي الاكراين سويت جلاند، وممكن لو مالتيبل نجرب التي سي اي زي الزنسلة. بعد كده اخر حاجه بقى اللي هو الديرمويد سيست. الديرمويد سيست دي حاجه موجوده ات بيرث، دي سب كوتينيوس سيست، بتيجي فين في اكتر في الاماكن في الهيد بس مينلي حوالين الاي، يعني بتيجي كده في حوالين الاي بس. والسبب بتاعها ان حصل سيكوستريشن اوف ذا سكين along lines اوف embryonic كلوجر، يعني حصل السكين حصل له سيكوستريشن في اللاينز اوف سكين كلافيتش. والهيستوباثولوجي بتاعها لايند باي ايبيديرمس وذ ايبيديرمال ابنديج، يعني الول بتاعها في ايبيديرمس وفي ايبيديرمال ابنديجز، يعني في سبيشال جلاند في سويت جلاند وفي هير فولك. طيب بعد كده في حاجه بس هناخدها بس هناخدها تاني مش دلوقتي، ان في differential diagnosis of lesions على السكروتوم، ايه اللي ممكن يجي على السكروتوم كdifferential diagnosis. ممكن نحط الابيديرمويد سيست ماشي، ممكن نحط الستيتوستوما مالتي بلوكس، ممكن نحط كمان كالسينوم كالسينوزس كيوتس. تمام
في سندروم هناخده دلوقتي، هناخده في المقارنة بينه وبين البوز جوكر سندروم. هنا البوز جوكر سندروم العين عنده لينتيجنز وعنده مالجنسي في السمول انتستين، لا سوري، عنده جاستريك كارسنوم وعنده بوليباي في السمول انتستين. هنا بقى الجاردنر سندروم، ده جاردنر سندروم ده اوتوزومال دوميننت ديزيز، وفي برضه بس بقى ايه، هيبقى في مالتيبل ابيدرمال سيست وفي اوستيوماس في البون، وعنده انتستاينال بوليبوزس بس اوف ذا لارج انتستين. ده الفرق بينه وبين البوتس جوكر سندروم. ده سؤال في المقارنه وهنقوله على بعض كده المقارنه في الاخر. برضه ايه كوتينيوس هورن، بس اخر حاجه الكوتينيوس هورن in non-specific reaction pattern that appears as conical hyperkeratosis، يعني في hyperkeratosis بس واخده conical in shape. وايه الحاجات اللي ممكن يحصل عليها cutaneous wart؟ رقم واحد الwart the most common، اتنين كيراتو اكانثوما، ممكن الباونز والاكتينيك كيراتوزس، ممكن البي سي سي، وممكن السيرينجو سيست ادينوما، واخر حاجه السكويمس كارسوما. بقول لك حط السكويمس كارسوما في الاخر وخلي الوورت رقم واحد ككوز للكوتينيوس. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاسيست، هنخرج